السلام عليكم ورحمة الله. إخوان، بالنسبة لكلب القوقازي اللي جبناه قبل فترة تقريبا قبل أسبوع، كان في مزرعة. بس تعال، اللي جبناه من المزرعة اللي استغنى عنه. بس أعطيناه كل الأدوية. أعطيناه كل الأدوية اللازمة والمضادات، وأعطيناه حبوب بلع للدود اللي هي بلع بالتم. أعطيناه آيفوميك، وأعطيناه لأنه عنده شوية جروح جرعات من الأوغمونتين الحيواني. طبعا هذا الكلب اكتشفنا انه الكلب خطير جدا 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 على الاطفال يا اخوان. بصراحة الكلب بغار من الاولاد الصغار، على الكبار عادي. تعا كريم، هيني كريم، تعال كريم. هو شايف، هو مش شايف كريم من الضوء، حسس على راسه. شاطر. تعال محمود، شوف كيف، بس شوف ولد صغير. هاي هو امشي محمود، امشي 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 لفوق، امشي امشي امشي. تعال ارجع، تعال لعندي. ولا هذا ابني يا كلب، مشكلته انه بغار من الاولاد الصغار، اي طفل صغير بغار منه، هاي مشكلته. يعني الكلب خطر على الاطفال، هذا يعني 100% زي ما بقول لكم. على الكبار على العادي عادي، اي واحد بكرب عليه شطور. تعال كريم، هان بس ابعد الضوء عنه عشان يشوف منيح. ابعد الضوء. لا لا لا، هو شو. تعال محمود، شوف بس، شوف ولد صغير. لا اقعد 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 اقعد. طبعا انفلت، بمسكه هيك بفخصه في الارض يجي مع الولد. اسكت. هاي مشكلته انه بغار من الاولاد الصغار، واحنا حاطينه تحت التجارب. نشوف اخرته معه شو. طبعا على جلال وعينيه حطينا له البنسلين، زي ما انتم شايفين عينيه رجعوا طبيعيات، كانوا عينيه شوي هيك كتيات. بس حط البسكليت عندي. طبعا هاي بدنا نحاول نكيمها منه شغله الاولاد الصغار، بس الكلب خطر على الصغار. وهذا خلص مخ الكلب هيك، لما اشوف ولد صغير بشيش. الكلب شكله باكي متربي، بعرفش كيف، مش شايف اولاد، يعني في لنا في الموضوع. هو القوقازي بشكل عام، تربيه القوقازي مش سهله. وكان عندي انا مره كلب قوقازي نفس القصه، كان لما اشوف ولد صغير ينجن الكلب على الاولاد الصغار. وفي كلاب كثير بتغار على الاولاد الصغار، يعني لو كان عندك كلب امان لكن على الاولاد الصغار احيانا بكون خطر. خلص الكلاب بتغار من الاولاد الصغار. إلي صاحب عنده كلب روتفايلر، حكى معي هذيك اليوم، بقول لي اجا ولد متجوز جديد، وبقول لي بس احمل الولد وشوفني الكلب الروتفايلر، بيصير الكلب بده ياكل الولد. قلت له دير بالك، انتبه وحط الكلب في قفص حكمه منيح، اما بتتخلص من الكلب، لانه الكلاب اللي هيك بتكون خطره. وزي ما قلت لكم، بس ينصح المره الجاي بنظبطه، وهكيت احنا عشان نعطيه بادويه وعلاجات بنظبطه ونمشطه، وبس ينصح ببين حلاوه الكلب. وبالنسبه يا اخوان للي بيسالونا عن الصيد، احنا شوي خففنا صيد، لكن شوي شوي بنرجع منصيد الخنازير، وقريبا بنعاود يعني نرجع الصيد لانه شوي انشغلنا. راح احط لكم رابط قناة الصيد على الوصف تحت الفيديو هذا، واللي بحب الصيد اهلا وسهلا بنور.